جزاكم الله خيرا. تقول امرأة عملت بل يقول امرأة عملت عملية نقش في العين ومنعها الدكتور من مس الماء وإيصاله عينها، هل يجوز لها أن تصلي دون غسل وجهها أو يجب أن تغسل الأطراف الأخرى البعيدة عن عينها؟ إذا أجريت للعين جراحة أو لغيرها من أعضاء الوضوء وكان وصول الماء إلى هذه الجراحة ومحل العملية يضر بالمتوضي، فإنه يغسل الصحيح ويترك الجريح ويتيمم عنه، إلا إذا كان عليه غطاء أو لصوق أو ضماد فإنه يمسح على ما عليه من الضماد أو اللصوق ويكفي هذا. أما إذا لم يكن عليه شيء فإنه يجنبه الماء ويتيمم عنه بدلا عن غسله بالتراب. نعم.